وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة وسن الخزاعي، رئيس المشاريع بالمجلس الأعلى للصحة. مرحبا بك في هذه النشرة، وبداية ما هي آخر المستجدات لتطبيق هذا المشروع وماذا عن التطبيق التجريبي؟ مساء الخير. طبعا بدأت المرحلة التجريبية في محافظة المحرق مع أحد أهم المشاريع المندرجة تحت مظلة الضمان الصحي، وهو مشروع اختر طبيبك، واللي يهدف إلى تعزيز رضا المستفيدين من الخدمات وضمان استمراريتها، وتعزيز الخدمات الوقائية والكشف المبكر عن الأمراض مثل أمراض السرطان والسكري، والاستمرارية طبعا في تطوير الخدمات العلاجية اللي تقدمها الكوادر الصحية المؤهلة حسب نهج الرعاية الصحية الأولية، أخذا بالاعتبار المستجدات الصحية وزيادة الوعي بالسلوكيات الصحية لتحسين جودة الحياة، ويأتي ذلك في إطار تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الجودة والتنافسية في تقديم الخدمات الصحية بما يلبي تطلعات المستفيدين. نعم، نود أن نتعرف أكثر على المقصود بالتسيير الذاتي أيضا. طبعا في إطار تنفيذ أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يوفر برنامج الضمان الصحي منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية وتتسم بالمرونة والقدرة على التطور والاستجابة إلى تطلعات المستفيدين. فبالنسبة إلى برنامج تسيير الذاتي للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وهو أحد أهم المحاور في مشروع الضمان الصحي الوطني في البحرين، واللي جاري العمل على الإعداد لتطبيقه، ويهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية. ولا يخفى على أحد أن النهوض في الخدمات الصحية وتفعيل برنامج الضمان الصحي الوطني يتطلب أن تتمتع إدارات المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بالسلطة اللي تخولهم لاتخاذ قرارات مستقلة والمرونة الكاملة لشراء وإدارة التجهيزات والمستلزمات المطلوبة، وهذا اللي راح يحققه التسيير الذاتي، وهو الفصل المؤسسي للمستشفيات والمراكز الصحية عن مظلة وزارة الصحة بحيث يكون لها الحرية الخاصة في أمورها الإدارية. نعم، السيدة وسن الخزاعي رئيس المشاريع بالمجلس الأعلى للصحة، شكرا جزيلا لك.